إن الحمد لله، أحمده سبحانه، هو ولي المؤمنين، ملاذ الخائفين، ومستعاذ المستعيذين، وغوث المستغيثين. أحمده سبحانه على كمال نعمة الدنيا والدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادةً باقيةً إلى يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، اتقوا الله، فإن تقوى الله عز وجل عروة نجاتكم في الدنيا والآخرة، وتمسَّكوا بدينكم، واتَّبِعوا هديَ نبيِّكم صلى الله عليه وسلم. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى خصوصًا وعمومًا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه، فأمر بها المؤمنين، وقال: يا أيها الناس اتقوا ربَّكم، فأمر بها الناس أجمعين. واعلموا رحمكم الله أن تقوى الله سبحانه وتعالى باللجوء إليه والتوكل عليه تنجي العبد في الدنيا والآخرة، وتؤمنه من حوادث الدنيا، فإن الله لما أودعنا هذه الدار جعل فيها حوادث مفزعة وقلاقل موجعة، من أعظمها الفتن، إذ هي دارها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. فهذه الدنيا بكلكلها وشدة زخرفها ليس فيها إلا البلاء والفتنة، وفيها فتن متكاثرات بأنواع متغايرات، من أعظمها فتنة حذر منها كل نبي، فما من نبيٍّ إلا أنذر منها قومه، وهي فتنةٌ لم يأتِ منذ خلق الله الدنيا إلى يوم القيامة فتنةٌ أعظم منها، ولا تخرج تلك الفتنة حتى يذهل الناس عنها، وهي فتنة المسيح الدجال، فإنها فتنةٌ عظيمة أنذر كل نبيٍّ قومه منها، ولا تكون فتنةٌ في الدنيا أشدَّ من تلك الفتنة، ولا يخرج المسيح الدجَّال حتى يذهل الناس عن ذكره، وحتى يترك الأئمة ذكره على المنابر. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك المسيح الدجَّال رجلٌ أجل الجبهة، عريض الصدر، عينه اليمنى عنبةٌ طافية، فهو أعور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور، كأن عينه اليمنى عنبة طافية. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فتنته تكون 40 يوما، فيوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وبقية أيامه كسائر أيامكم، فتكون له مدةٌ مديدة، يثقل اليوم الأول منها على الناس لشدة فظاعته وبشاعته وشناعته، فيكون يومٌ واحد بمنزلة سنةٍ كاملة، ثم يكون اليوم الثاني بمنزلة شهرٍ كامل، ثم يكون اليوم الثالث بمنزلة جمعة أي أسبوعٍ كامل، ثم يستتم بقية مدته في أيام كأيامنا هذه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شدة فتنته، وأنه يأتي ومعه نهران، أحدهما يرى رأي العين كأنه ماء أبيض، والآخر يرى رأي العين كأنه نار، فأما ذاك الذي يرى رأي العين ماء أبيض فهو نار على الحقيقة، وأما ذاك الذي يرى رأي العين نارا فإنه ماء على الحقيقة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على القوم فيدعوهم، فإذا استجابوا له حسنت أحوالهم وكثرت أموالهم، وإن لم يستجيبوا له
أمحلت أموالهم وافتقروا، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يشق رجلا نصفين ثم يأمره أن يقوم فيرجع حيا كما كان، فتعظم الفتنة به ويكثر أتباعه ويعظم شره في الأرض. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن فتنته وحذرنا منها أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى حصون واقية ودروع مانعة هي التي ينبغي أن يعتني المسلم بمعرفتها، فإن معرفتها هي مراد الشرع الأعظم من ذكر هذه الفتنة، إذ تظهر فيها عبوديات عظيمة من اللجوء إلى الله والتوكل عليه وتفويض الأمر إليه. فمن جملة تلك الحصون الحصينة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم تثبيت الإسلام وتقوية الإيمان، فإن الذي ينجي من هذه الفتنة هو قوة إسلام العبد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر وصفاً من وصفه وهو أنه مكتوب بين عينيه كافر وهي كتابة حقيقية، قال صلى الله عليه وسلم يقرأها كل مسلم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المكنة في معرفة هذه العلامة على كون الإنسان مسلما ويقوى إدراكه لها على قدر قوة إسلامه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وتقوى تلك الخلافة والعناية من الله بأحدنا على قدر إسلامه، فينبغي أن يجتهد العبد في تقوية إسلامه وتثبيت إيمانه حتى يتقي بها فتنة المسيح الدجال. ومن جملة تلك الحصون الحصينة البعد عن فتنته وعدم الإقبال عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، أي فليبعد عنه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فإذا عرض المرء نفسه على فتنة المسيح الدجال ربما اتبعه لشدة الشبهات التي يظهرها ويبديها للخلق. ومن جملة تلك الحصون الحصينة التي يمتنع بها الإنسان من فتنة المسيح الدجال حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عُصِم من الدجال. وتقع هذه العصمة بأن يحفظها العبد ليقرأها إذا خرج عليه المسيح الدجال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، يعني 10 الآيات المذكورة في الحديث الآنف. ومن جملة تلك الحصون الحصينة الاستعاذة من شر فتنته في التشهد الأخير خاصة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ من 4، ثم ذكر منها صلى الله عليه وسلم الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال. فهؤلاء 4 هي أعظم الحصون المنيعة التي يحفظ بها الإنسان من فتنة المسيح الدجال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبودا حقا، وأشهد أن محمدًا عبدُه ورسولُه صدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى امتنَّ عليكم بدينٍ كامل، كما قال الله تعالى
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن كمال هذا الدين أن الله سبحانه وتعالى بيَّن لنا ما يعرض من الفتن، ومن جملة ذلك فتنة المسيح الدجال التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى حصون حصينة منيعة من تعلق بها وتستر وراءها كانت واقية له بإذن الله من فتنة المسيح الدجال. ومن كمال الشريعة أن تلك الحصون أيضاً تقي من الفتن الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشدنا إلى الفرار من فتنة المسيح الدجال فالمراد بذلك أيضاً الفرار من كل فتنة، ولا سيما تلك الفتن التي تلبس بالشبهات، إذ قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمع أحدكم بالدجال فلينأى عنه، فإن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن ثم يتبعه مما يبعث به من الشبهات. وكما يكون هذا في الفتنة الكبرى بالمسيح الدجال، فإن سائر الفتن ينبغي أن يتعامل معها العبد كذلك، فينبغي للعبد أن يحرص في حفظ دينه وحراسة إسلامه بالتوقي من الشبهات وعدم إقبال نفسه عليها، فإن الشبهات التي تبث للخلق في حقيقة دينهم واتباعهم نبيهم صلى الله عليه وسلم وتسليمهم لأمره، وما أكثرها اليوم، جديرة بأن يعتني فيها العبد ببعد نفسه عنها وعدم تعريضها للفتن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن ثم يتبعه مما يبعث به من الشبهات. فالقلوب ضعيفة والشبهات خطافة، وإذا أورد أحدنا قلبه على الشبهات فربما علق بقلبه شيء منها فأورده موارد الهلاك، فانأوا بأنفسكم عن الشبهات والفتن. ومن جملة ذلك أيضًا مما يتبدَّى به كمال الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى الاستعاذة من شر فتنة المسيح الدجال، وها هي قرون متطاولة ولم تخرج تلك الفتنة في الأمة، والمراد أن يكون الإنسان باستعاذته من المسيح الدجال مستعيذًا من شر كل دجال دونه، فإن أحدنا إذا قال: اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، فإنه يستعيذ بالله من الدجال الأكبر وممن دونه من الدجاجلة، فتكون استعاذة أحدنا بالله عز وجل من شر فتنة المسيح الدجال واقيةً له من الدجاجلة الصغار، وما من زمان إلا وفيه دجاجلة، ولا يتقارب الزمان إلا ويكثر الدجاجلة بالكذب والتزوير والتخريف الذي يعتري دين الناس في ربهم سبحانه وتعالى أو في رسولهم صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله عز وجل أو في صحابة رسول الله عز وجل. فينبغي أن يعي المرء أن استعاذته من المسيح الدجال هي أيضًا استعاذةٌ من الدجاجلة الصغار، وتنبيهٌ إلى خطر أولئك وأنهم مقدِّمةٌ للمسيح الدجال، فإنه ما من فتنةٍ عظيمة وآيةٍ كبيرة إلا جعل الله عز وجل بين يديها مقدِّماتٍ تُعرِّه بها وتُحذِّر الناس من شرِّها. ومن جملة ذلك أن الله يبتلي أديان الخلق بظهور الدجاجلة الصغار ليكون في ذلك احتياطًا لهم من اتباع المسيح الدجال الأكبر إذا خرج، فاعقلوا رحمكم الله حكمة شريعتكم واتبعوا دين نبيكم صلى الله عليه وسلم، وخذوا بالحظ الأوفر من تلك الحصون المنيعة التي تقيكم فتنة المسيح الدجال، فإنها بإذن الله تقي من الدجال الأكبر ومن كل دجال يكون دونه. اللهم أحينا على الإسلام والسنة، وأمتنا على الإسلام والسنة. اللهم أحينا على لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام نائمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكِّها أنت خير من زكَّاها، أنت وليُّها ومولاها. اللهم إنا نسألُك الهُدى والتُّقى والعفاف والغنى. اللهم فرِّج كُرب المكروبين، ونفِّس هموم المهمومين، واقضِ الدين عن المدينين،
المسلمين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم ارزقه البطانة الناصحة الصالحة، وجنبه بطانة السوء.